قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله يعني أنا رسالة أوجهها لعامة الشيعة قبل علمائهم، لأن علمائهم لا أعول عليهم كثيرا، وإنما أعول على عامة الشيعة. أقول لهم يعني فكروا بعقولكم وتدبروا أموركم ولا تكونوا إماعة، ودين الله تبارك وتعالى واضح، خذوا دينكم من الكتاب الكريم. كتاب الله تبارك وتعالى صريح في أنه لا يعبد ولا يدعى ولا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله سبحانه وتعالى. أقول لهم علماؤكم يخاطبونكم بلسان ويظهرون للناس بلسان آخر، تلك التقية اللعينة التي أفسدت على يعني الشيعة مذهبهم ودينهم. وذلك أننا لا ننكر أصل التقية، لأن الله تبارك وتعالى يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. أما أن تكون التقية دينا، أما أن تكون التقية 19 دين، أما أن لا يكون الإنسان دين إلا أن تكون له تقية، فهذا لا نقول به أبدا. لماذا يقولون لهم في حسينياتهم وفي مجالسهم الخاصة أشياء لا يقولونها في المجالس العامة؟ مثلا يعني لما كانت مناظرات المستقلة طيب كانوا يخفون دينهم، مع أنها ليس معي سيف أضربهم ولا غيري ولا كذا، ومع هذا كانوا يخفون دينهم ويستعملون التقية معنا، مع أن هم معك ما هو أقوى من السيف شيخنا، معك الحق. نعم. هم ينادون دائما يقول مظلومية ومظلومية، مع أن مظلومية كلمة غير فصيحة، لكن على كل حال نحن مظلومون نحن مظلومون. طيب هذه الآن القنوات الفضائية مفتوحة، أنتم مظلومون، تعالوا تكلموا عن الظلم الذي وقع عليكم، تعالوا قولوا ما هي المظالم التي لكم، طيب وانظروا تأخذون حقكم ولا تأخذون حقكم. لكن حتى مع هذه المظالم التي يدعونها يستخدمون الكذب والتزوير والتدليس وغير ذلك. والله المستعان. بارك الله فيكم شيخنا.